صانع السعادة في الشارع المصري. بهذا الوصف يسمى اللاعب المصري وهداف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح. في العاصمة السنغالية داكار منح صلاح لقب أفضل لاعب إفريقي للعام الثاني على التوالي ليرسم الباجة على وجوه الجماهير المصرية. ابننا محمد صلاح شرف مصر كلها وأهدى البطولة دي زي ما قال في الآخر كده لمصر كلها. كلنا مبسوطين وكل شعب مصر مبسوط إنه تم الاختيار على صلاح إنه أفضل لاعب، ونتمنى التقدم ليه ولمصر، وهو رفع راية مصر وشباب مصر. عقب فوز صلاح كشف وزير الشباب والرياضة المصري عن خطة لإنشاء متحف باسم اللاعب تكريما لإنجازاته. فرحة المصريين بفوز صلاح كانت مضاعفة، إذ جاءت بعد ساعات من نيل الفراعنة حق استضافة كأس الأمم الإفريقية المقررة الصيف المقبل. لا، أهمية مصر تنظم البطولة من ناحية سياحية، السياحة هتتنشط، من ناحية الاقتصادية الاقتصاد هينتعش في مصر شوية، من ناحية كروية مصر هتبقى في مكانة تانية. وبعد منافسة مع جنوب إفريقيا صوتت اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري لصالح استضافة مصر البطولة، وذلك بعد سحبها من الكاميرون بسبب التأخر في إنجاز البنى التحتية ومنشآت الملاعب.